السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وظائف. نذكر مشاهدينا فقراتنا الرئيسية لبرنامج وظائف بشكل عام هي معالجة قضايا تتعلق بالتوظيف وجانب التوظيف، والحمد لله استطعنا خلال ما يقرب عن 27 حلقة معالجة كثير من القضايا التي تتعلق بالدرجة الأولى، يمكن آخرها القرارات بالنسبة للعمالة الأجنبية، جامعة الأميرة نورة، وطبعا الطالبات اللي موجودين، كثير من القضايا اللي تهتم بالتوظيف، خريجين الكليات الصحية، وحاولنا إيجاد حلول من خلال هذا البرنامج. في فقرة قول وفعل ما يقرب عن 20 شركة كانوا متواجدين قدموا ما يزيد عن 15,000 فرصة وظيفية من خلال فقرة قول وفعل. من خلال فقرة رواد الأعمال حاولنا جاهدين أنه نركز على النماذج الشابة البسيطة اللي بدأوا من الصفر وحاولوا أن يكونوا أنفسهم، وبالتالي أصبحوا في مصاف رجال أو سيدات الأعمال. التوطين يبدأ من هنا، كثير من الوظائف في هذا المجتمع وهذا البلد الكريم المعطى الأجنبي، الله يعطيه الصحة والعافية، واللي يساعد في تنمية هذا المجتمع، واللي يعرف أنه في يوم من الأيام هيرجع بلده أكيد في كثير من الوظائف، لكن الشاب السعودي بعيد كل البعد حتى رغم التخصصية. وأخيرا كذا صح كان لنا حديث مفصل عن ثقافتنا تجاه العمل، التنقل بين الوظائف، بيئة العمل، كيف ابتداء نقدم العمل. اليوم من بداية الحلقة راح يكون معي مناصفة وتقديم هذا اليوم وهذه الحلقة اللي راح تحدث فيها مثل ما وعدناكم عن كثير من فرص توطين الوظائف والشركات اللي ساهمت معنا، وأيضا ما زلنا في استقبال العديد من الوظائف. زميلنا الدائم خصائي العلاقات العامة الإعلام تيسير فرج، أهلا وسهلا تيسير. حياك الله محمد. اليوم مصبح بدري يعني جاي. إن شاء الله مساءاتك إن شاء الله تكون دافئة أنت والأخوة المشاهدين، وإن شاء الله تكون مفعمة بالإيجابية إن شاء الله والتفاؤل بإذن الله. تيسير مشاهدين الكرام، نشوف اليوم أهم الفقرات لهذه الحلقة وهذه الليلة، ونرجع أكيد نعلق عليها واحد والآخر نتابع. تشاهدون في هذه الحلقة أهم المنشطات الصحفية، أما في فقرتنا الرئيسة متابعة لأهم الوظائف، وفي فقرة قول وفعل بندا تساهم في توطين الوظائف، أما في فقرة التوطين يبدأ من هنا، شارع الغرابي يعج بالعمالة الأجنبية والزبون سعودياً بامتياز، وأخيراً في كذا صح ما يطلبه المغردون. إذن مشاهدينا تابعنا أهم الفقرات لهذه الليلة، مباشرة نذهب وإياكم إلى أهم المنشطات الصحفية للحديث عن الوظائف والتوظيف والعمالة والعمال في المملكة العربية السعودية وخلال هذا الأسبوع نتابع. تسعى الغرفة التجارية الصناعية في حائل بالتعاون مع جامعة حائل لدراسة احتياجات سوق العمل من خريجي الجامعة. عقدت الغرفة أمس لقاء مع مدير الجامعة الدكتور خليل إبراهيم الإبراهيم ووفد من الأكاديميين من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال بالمنطقة، وذلك لعرض مشروع جامعة حائل للتطوير وإعادة هيكلة كلية المجتمع بما يتواءم مع متطلبات قطاع الأعمال، وأيضا تقديم رؤية ومقترح بشأن النظر في جودة التخطيط وتطبيق مخرجات التعليم التقني من خلال التركيز على المجتمع المحلي وإعادة صياغة الفاقد التربوي وتطويره على ضوء رسالة الكلية، والتي تكمن في ربط التعليم والتعلم بحاجات المجتمع وسد الفجوة الموجودة بسوق العمل. ومن خلال هذه المنشطات الصحفية اخترنا لكم أبرزها. خبر بعنوان مدير جامعة حائل يشخص احتياجات سوق العمل من الخريجين من صحيفة الرياض، وكما اخترنا لكم خبرا بعنوان من صحيفة عكاظ ملتقى السفر يناقش الفرص الوظيفية والسياحة السعودية، والذي يشير فيه الخبر عن رغبة اللجنة التوجيهية لمناقشة الفرص الوظيفية الواعدة في قطاع الفنادق السعودية في منظور الشركات العاملة، وذلك من خلال الملتقى السياحي الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 23 من جماد الأولى على أرض مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. كما لدينا هذا الخبر الذي تشير فيه صحيفة الرياض بأن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض دعت الشباب الراغبين في العمل في القطاع الخاص وذلك لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 1332 وظيفة على عدد من المجالات الوظيفية، منها 1273 وظيفة خصصت للشباب و59 وظيفة للشابات، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 من يناير الحالي. بعنوان غرفة الرياض تطرح 1332 وظيفة للشباب والشابات للعمل بالقطاع الخاص.
ومن صحيفة الرياض إلى صحيفة الوطن، والتي تشير الأخيرة عن كشف مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري في لقاء خاص جمعه بالموظفين قبل أيام عن رصد 17 وظيفة وهمية صرفت مرتباتها منذ سنوات زورا. كما تشير مصادر صحيفة الوطن بأن مدير الجامعة قد تسلم مهامه قبل نحو عام، حيث أبلغ الموظفين أن الأمر كشف بعد التدقيق للعمل الإداري من قبل شركة التطوير الإداري التي تعاقدت معها الجامعة، مؤكداً أن الجامعة ستلاحق المتورطين وتجبرهم على إعادة الأموال بعنوان جامعة الجوف رواتب سنوات لوظائف وهمية. إذن مشاهدينا تابعنا أهم المنشطات الصحفية لهذا الأسبوع، يعني وظائف الوهمية ما زلنا في هذا الداء وهذا الخطر، لكن للأسف الشديد إذا انتقل هذا الموضوع إلى الدوائر الحكومية وإعلت وظائف حكومية وهمية هنا استفهام كبير، مثل ما كان الأسبوع الماضي مجموعة من الإيميلات المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني أعلنوا مجموعة من الوظائف، قالوا الشباب يلا تقدموا بعد أسبوع لازم تواصلوا مع الجهات اللي موجودة، تواصلوا مع العالم هذول اللي موجودين والجهات، قالوا يا ابوي ما في وظائف، وهذه إشكالية كبيرة. أتمنى من الجهات المسؤولة أنها ترجع، لأنه أنت جالس شباب يعني بتعلم في الرياض يمكن يجيك من آخر منطقة الشرقية أو الجنوبية أو الشمالية أو أي منطقة يبغى هالفرصة، فأرجوكم يا جهات حكومية أن نكون فعلا مرآة وصورة حقيقية حتى أن القطاع الخاص يستفيد من تجاربكم وتكونوا فعلا على قدر المسؤولية أنه خيار بالنسبة للشاب السعودي.